الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. جزاك فضلك استاذ الوليد. تفضل. موضوعك اليوم ايه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. ايات المائده. اي نعم. الو ياي. ايوه تفضل، انت معايا تفضل. اي نعم، نحن نقول انها نزلت بحق علي بن ابي طالب سلام الله عليه. الايه اصلا لا تتماشى مع الموقف بتاع علي بن ابي طالب، لا جمله ولا تفصيل. ليش ما تتماشى؟ لا تتماشى. يعني دلوقتي هنفترض ان علي بن ابي طالب تصدق بخاتمه. الايه نعم. بتتكلم عن الولاء والبراء، يعني من اول الايات لاخر الايات بتتكلم عن الولاء والبراء. انت حضرتك حضرت الحلقه من الاول؟ الله سبحانه وتعالى قال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. شنو صفه الذين امنوا؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. كيف نقيم الصلاه ونحن ركوع؟ يعني الصلاه ما بها ركوع؟ كيف نقيم الصلاه ونحن ركوع؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة, الزكاه وهم ايه؟ وهم راكعون. ازاي يعني لا نقيم الصلاه واحنا راكعين؟ عزيزي، هو حاله الزكاه بحاله الركوع. الذي يقيم الصلاه صلى وانه بكى. ايوه، وهنقيم الزكاه ازاي وانت راكع؟ قول لي يلا. الله ما الله مدحها بهاي. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ايوه، ازاي دي دلوقتي ربنا؟ بص، هنفترض ان اسمعني اسمعني، هنفترض نعم. نافع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، صح؟ نعم. يبقى نعم. الايه دي ستزكي، زكت علي بن ابي طالب، خلاص دي في علي بن ابي طالب فزكته. ولكن لما مثلا تيجي ايه ايه مدح مثلا في صحابي، يبقى الصحابي ده عامل حاجه حلوه وعشان كده ربنا مدحه، فاحنا المفروض ان احنا نعمل برضه نفس الحاجه الحلوه ديت عشان نبقى ممدوحين، احنا مش هنبقى ائمه، ولكن عشان دي حاجه كويسه وفضيلة فالمفروض ان احنا نعملها. فانا سألتك، انا واحد من الناس دلوقتي، ازاي اقيم الزكاة وانا راكع؟ بلاش الصلاة عشان ما ندخلوش في النقاش كتير. ازاي اقيم الزكاة وانا راكع؟ الآية تقول يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. يعني ازاي اقيم الزكاة في حالة الركوع؟ انا سألتك سؤال واحد وبسيط جدا عشان بس ما ندخلش في مهاترات. كيف اقيم الزكاة وانا راكع؟ نعم. كيف انا دلوقتي عايز اقلد علي بن ابي طالب، يبقى اروح المسجد وانقي واحد مثلا فقير واديله؟ ما هي الايه فيها مدح. مش ربنا قال لنا، بص واحده واحده عشان اجيبها لك بس بروح، مش ربنا قال لنا اتبعوا الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون؟ نعم. جميل قوي، يبقى الايه فيها مدح، صح؟ طبعا. وانا لازم اعمل زيهم، أقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأنا راكع. أي صح كده؟ إزاي بقى أنا سأقيم الزكاة وأنا راكع؟ مثل ما سوى علي بن طالب، أشهد الفقير بسرعة. يعني أدور على واحد فقير مثلا، أي واحد دخل في المسجد فقير أروح جاي عامل زي علي بن أبي طالب. يعني شنو إذا زكيت أو صدقت شنو بها الصدقة أو الزكاة؟ لا يعني. أنا بسألك على اللفظ نفسه، إزاي أزكي وأنا راكع؟ ما هو بص، طالما انت زكيت الموضوع دوت، يبقى وجوبا على كل المسلمين ان هم يعملوا زي علي بن ابي طالب. طيب ما احنا مش هنعرف نعمل زي علي بن ابي طالب، هنعمل ازاي بقى؟ هنعمل ليش ايه؟ ما تعرف مش هنعرف. ما هو علي بن ابي طالب زكى وهو راكع، والله عز وجل زكى هذه الحاله. ايه هي الحاله؟ اننا نقيم الزكاه ونحن راكعون. عزيزي انت ذا راكع وجا فقير واشرت عليك واخذ منك الخاتم. انت مش هتفهم. تقدر لو ما تقدر. يعني بص اسمعني اسمعني، لما يجي مثلا ايه يقول لك ايه، لما تيجي تدي الفقير لا تجعل يدك ايه اليسرى ترى ما تدي ايه يدك اليمنى، يعني لا تجعل يسراك ترى ما في ايه في يمناك، صح؟ الله جعل الصدقة سرا وعلانية. لا سرا وعلانية، الله جعل الصدقات سرا وعلانية، مو شرط اليسر، حتى علانية رب العالمين جعلها. يعني صدقة بالسر. شكرا منك، احنا مش هنوصل لحل. شكرا.